موضوع أنا وياكي متفقين إيه؟ عليه على ما يبدو، متفقين مع محمد أيضا زميلنا، لأنه ما أن تنتهي أو ينتهي العام الدراسي حتى تبدأ المعضلة بالنسبة للكثير من المراهقين، هل هو وقت الراحة والترفيه أم هو وقت العمل؟ يمكن بالنسبة لهم أكيد وقت الراحة. الفكرة قديمة جديدة، هل يجب أن يعمل المراهقون في الصيف وكيف يؤثر ذلك على شخصيتهم؟ ظاهرة عمل المراهقين في فصل الصيف مشاهدينا تعد عادية، رغم أن القانون يمنع عمالة الأطفال دون سن 18، لكن الوظيفة ما قبل الأولى خلينا نسميها ستكون أساسية لتحديد ملامح الشخصية المالية للأفراد. ينضم إلينا في الاستوديو المستشار المالي والضريبي طارق زياد الوتار. صباح الخير طارق. نور، هلا كيف حالك؟ بخير، تسلم. بداية أريد أسألك عن القانون، إذا اشتغل الولد يعني بس تدريب أو البنت طبعا بس كتدريب بدون ما يأخذ راتب، هل ما زال هذا مخالف للقانون أم أوكي؟ هلا طبعا بيختلف بأي دولة لدولة، في إلها قوانين. خلينا نقول بالخليج إن جنرال أو بالعالم العربي، حتى طلاب الجامعة اليوم مجبورين إنهم يشتغلوا بالصيف. لا خلينا نحكي مراهقين، حتى المراهقين ممكن يشتغلوا، هذا ما في أي شيء، إذا بيسمح الشركة بتسمح والقانون بيسمح. بالعكس الدول عم بتحفز اليوم المراهقين حتى يشتغلوا كرمال ما يتفاجئوا بكرة بعد ما يخلصوا الجامعة بالبيئة العملية. هي يمكن المشكلة بأنه في كتير من دول الخليج، منها هون مثلا الإمارات، وبعتقد بالسعودية ممنوع عمل الأطفال تحت سن 18 سنة، ولكن هو شيء مهم جدا على ما يبدو طبعا لتحضير هذا المراهق للحياة العملية زي ما أنت قلت، وأعطائه هيك طعم أو تذوق للعمل وأهميته. هلأ الفكرة هي أنه شو هي الأعمال المناسبة لأطفال، خلينا نقول ما بين سن الـ14 والـ18، إنهم يعملوا فيها حتى لو عملوا بدون راتب إذا كان القانون لا يسمح؟ بعتقد الأهل لازم يصيروا يدفعوا لهم، يعطوهم مصروف أكثر شوي. مزبوط. لتحفيزهم. مزبوط. هلأ المراهق وقت يعمل بتبنى عنده تهذيب نفس، حتى بيصير بيعرف يفرق إنه البيئة العملية هي غير البيئة العائلية. والأعمال اللي ممكن يشتغلها هي اليوم الكاستمر سيرفيس، حتى يتعامل يتعلم خدمة كيف يتعامل مثلاً. مزبوط، مع العالم غير طلاب المدرسة، كيف يواجه المشاكل والصعوبات إذا صار في أي خطأ. اليوم حتى المواصلات على العمل هي بتربي عنده حافز إنه كيف يصحى بكير، يرجع يلتزم بالأوقات. في أعمال تانية مثلا مثل المحاسبة، هل هو بس يدقق الفواتير أو مثلا أعمال توصيل الطلبات، حتى هو يعرف إنه كيف بده يكون مرافق لأحد توصيل إدخال الطلبات. مزبوط مثلاً. إدخال البيانات اليوم صار في شيء اسمه فيزيكال، صار في شيء اسمه كمان أونلاين، يعني حتى يشتغل من البيت يعني. مزبوط. المصمم اليوم فيه يشتغل من أي مكان بالعالم، حتى لو عنده موهبة ممكن ينميها خلال الصيف وممكن يكتسب منها المال. مزبوط مزبوط. حتى هو كمان بيصير بيعرف قديش الأهل عم يتعبوا حتى يجنوا المال حتى يكبروه ويعلموه، هو بيصير عنده حس بأهله أنه مزبوط صعب أني أنا أوصل لهالمصاري، خلينا نقول لازم أتعب وأصحى الصبح وأتنازل عن كتير شغلات بعمري حتى أخذ هي المادة اللي عم تصلني آخر شيء، وهذا الشيء كتير منيح للمجتمع. يعني أكيد. اليوم المراهق يطلع من بيئة المدرسة والألعاب ومثل ما بيقولوا السمر فيكيشن. مزبوط. الترفيه صاير كتير، بس اليوم عم نشوف كتير في أطفال أو مراهقين عم يجنوا أموال وهنا قاعدين بالبيت، طبعا خلينا نقول يوتيوبر، كودر،
ديزاينر حتى بمجال المحاسبة صاروا يدخلوا، بس هم بده يدققوا هاي العشرة مزبوط ولا الإداعش كله هذا. بس هم هذول اللي الصراحة يسببونا مشكلة اليوم. يعني أنا أولادي مثلاً يريد يعني أو حتى أولاد هواي ناس أسألهم شو تريد يصير، يقول يوتيوبر. هو إيش قد نسبة نجاح اليوتيوبر؟ واحد بالمية ألف يمكن لينجح واحد مزبوط. يسوي فلوس. إحنا شو نقدر نطلع الولد من هذه العقلية إنه هذه مو أعمال سهلة أو مستدامة؟ يعني هذا فشي مو يعني اليوتيوبر يطلع سنتين ثلاثة وخلص ما عنده مهنة بعدين. إحنا ننمي له مهنة مثلا مثل مهنة الكودينج، هي مهنة. مهنة الديزاين هي مهنة حرفية مزبوط. مهنة المحاسبة صح إنه هي اليوم عم تنتقل من الأشخاص إلى الارتيفيشال انتليجنس، بس استيل هي مهنية، ولازم هو الولد يختلط بأشخاص أكبر منه عمرياً حتى يكونوا هدول هدفه بالطموح ليصل له. اليوم الطفل محاط بشاشة عم بيشوف هاليوتيوبر، عم بيشوف شو عم يركبوا السيارات، بس هو بيقول خلاص أنا بدي أصير منهم، وكأنه عايش في فقاعة كبيرة. بس على كل حال بغض النظر شو نوعية العمل، عمل الأطفال والمراهقين المراهقين خلينا نقول هو شيء مهم جداً، حتى لو كان من غير مال من غير مردود، ولكن يعني مدرسة يتعلم منها أيضاً الأطفال. شكراً جزيلاً لك. أهلا وسهلا. المستشار المالي والضريبة طارق زياد الوتار، شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.